استمر الأداء الإيجابي في مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثالثة على التوالي، واستمرت السيولة في الارتفاع لتتجاوز مستوى 58 مليون دينار. إليكم التفاصيل. أنهت بورصة الكويت تعاملات هذا الأسبوع على أداء إيجابي وارتفاع على صعيد جميع المؤشرات، وذلك من خلال النشاط على الأسهم القيادية والصغيرة. أغلق سوق الكويت أوراق المالية على ارتفاع 60 نقطة في الأسبوع الثالث من شهر 8. متوسط قيمة التداول كانت 50 مليون دينار تقريبا، مقاربة للأسبوع الثاني من شهر 8. طبعا صادف في شهر أغسطس أغلب شركات أعلنت أرباحها، والبنوك أيضا أعلنت أرباحها، وفي بعض البنوك أعلنت توزيعات نقدية نصف سنوية. هذا أدى إلى تعزيز سيولة سوق كويت أوراق المالية وتعزيز قيم التداول على هذه البنوك. مؤشرات بورصة الكويت خلال هذا الأسبوع شهدت ارتفاعا، حيث أقفلت ثلاث جلسات على ارتفاع، بينما أقفلت جلستين على انخفاض، وكانت حركة التداول إيجابية ومسيطرة على تعاملات البورصة. نتوقع استقرار السيولة وارتفاعها مع بداية شهر 9 مع انتهاء الصيف. أيضا المؤثر الأكبر والإيجابي للسيولة النقدية خلال الفترات القادمة هو توقعات خفض الفائدة في شهر 9، راح يعزز سيولة سوق الكويت أوراق المالية ويعزز السيولة النقدية في السوق. بورصة الكويت ما زالت في اتجاه تصاعدي نتيجة البيانات المالية النصف سنوية المشجعة للعديد من الأسهم القيادية ومصاحبها من توزيعات نقدية، وكذلك بسبب الاتجاه المتوقع لسياسة الفيدرالي الأمريكي على المدى القريب بخفض معدل الفائدة. نواف شراكي، قناة الأخبار.